بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بلفوا درساتنا يا نبينا عليه الصلاة والسلام تاريخا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إياياً نبر بزيه بتكبر ورنو نبياتنا عليه الصلاة والسلام ودزج تالاك عالم يمتوت ودزج عالم يمتوت ضياء العالم وقمره ونوره يزيه عالم برهانه ونوت نبي يمتوبت ورلين يالنو الله تعالى بساتش ولادا بركة كم يغنيوت الله يدرقن. አንዳንድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተላኩባቸው አመታቶች ላይ የተከሰቱ አንዳንድ ነገራቶችን ያያየን ነበር። ባለፈውም እንደ ሷሃባዎች ወደ ነጃሺ ኢለ ሐበሸቲ በምን አይነት መልኩ ጉዞ እንዳደረጉ ምን እንዳጋጠማቸው ምን አይነት ነገራቶችን ሳይዩ የሚሉትን ጠር ባለ መልኩ አይተናቸው ነበር። إن شاء الله زاريم كزاو إننا سالن. وفي السنة السادسة من مبعثه صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام بتلاكو بسدستا متاتشو ينبينا تمعرق كاقن بوهالا من البعثة سباتا مسدستا مسيمولاتشو أسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر ودسلمنا قباب الزيه أمد نبي عليه الصلاة والسلام كتلاكو كسدست أمد بهلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودسلمنا قباب. وقد سبقه نحو 40 من الرجال 4 يمهنو سوچم سيدنا عمر كدموا اتشوال في الدخول في الإسلام ودسلمنا بمقبات سيدنا عمر 4 يميهنو صحابة وش كدموا اتشوال سيدنا عمر ودسلمنا سيقبو فعز بإسلامه الإسلام بس اتشو ودسلمنا مقبات اسلمنا چن انتشارا قنية لسفافا چالا اسلمنا چن تلق قلبتا قنية. وخاف بذلك وأرعد المشركون مشركوكم يا سيدنا عمر مسلم سيسمو يا سيدنا عمر فتى القريش وشجاعها يا قريش والتاتوش جقنا وتبلو يمترتنا شو سيدنا عمر رضي الله عنه الساتشو مسلماتشو سيوكو أرعد المشركون مشركوش فروا سقاط طالباتشو محمد وديتنا ويا مرة اللو تنكارا يمي بالو وطاتو تشاتشنن كو يوسد بناو امنتاتشن اللي ابلاش بناو بمالت زاد رعبهم فرهاتاتشو سقاطاتشو جمرا. وقبل سيدنا عمر رضي الله عنه بثلاثة ايام سيدنا عمر كمسلم اتشو بفيت كسوس كم بفيت حمزة سلمو نبر. قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه سيدنا عمر كمسلم اتشو سوس كسوس كناتوش بفيت حمزة سلمو نبر أنه نقراتوش كافروتشن يبلت السقات طالباتشو. وفي إسلام سيدنا عمر قصة يا سيدنا عمر الصلاة لما تشو رزمي على تاريخ الله رزمي على كسو الله. هنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الإسلام. يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم
سوچن ودا سلمنا ودا لا إله إلا الله متارا سيجمرو وأسلم من أسلم يسلمهم كسلم بهالا سيدنا عمر رضي الله عنه كمسلم أتشو بفيت كان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيون كم يطلو سوچ مكاكل لنبيو مدفو كم يمنو سوچ مكاكل نبرو عمر رضي الله عنه ودا سلمنا كمقبات أتشو بفيت وكان يتأمل حال القوم يهزبوتشن مهنيتا يملكتو نبر يراهم كفيلو يسلمال كفيلو رسبر سيقاتشال باندك الليس أنتوا يواتشوهم نبرا بزهن هنيتا سالو سيدنا عمر رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام مقدل فلقو نبيو عليه الصلاة والسلام الله ساقوكواتشو دعاء يا رجل نبر من يالو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين الله ويسلم النان بعمر بن الخطاب وينم بعمر بن هشام ألك أو يالو دعاء يا رجل نبر سلم النان اندسفا فادرقو كهولتو عندو هدايا ستنا سلم النان تشار اندهونا درقو يالو يا الله ملك تنيا دعاء يا رجل نبر بزهن حال بزهن يتاسال سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل رسول الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبياتنا لمقدل كبيتات شوت متقلدا سلاحه سيفات شونزو متوحشا بسيفه قرادات شونزو رسول لمقدل صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر هدو وهو في طريقه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم رآه رجل من بني زهرة نبي لمقدل يهدو سالة بني زهرة كم يبالوت قوسا وشمكاكل عند سواياك شونا عندي هالات شو إلى أين يا عمر وديت يهركنو عمر هو يالات شو عمر من قالوا أريد أن أقتل محمدا محمد الله مقدل لم يهدو من البات هزبو تشبزي عندي هنا اللو باند قال اسمامو يتلالو محمد قال قد الكتل إلى ملا إلا مالا سيدنا عمر رضي الله عنه فقال له كيف شأنك فهل سيتركك بنو هاشم وبنو عبد المطلب إن أنت قتلت محمدا محمد هنا هدهك قد الكاتشو بنو هاشم يا نبي عليه الصلاة والسلام زرياوج وبنو عبد المطلب زنب لو يتوهل قال له بسلام متمتى يمسلهل سيدنا عمر قرطو نبرنين بموت نقرقنهن نقرهن خلاف منسات اللبن محمد مبالون مقدل اللبن بلو نبر يتنسوت فقال له إهم سو لسيدنا عمر اندي هالاتشو إن أردت أن تعلم فقد أسلم صهرك ودى محمد كم يده بفيت ما هو كم متفلك هناكو يهتهبال سلموا اللالواتشو فقد أسلم صهرك يهتهبال اسلمنا ناقينتو اسلمنا انتكبلوا اللالواتشو استاتشو سيدنا محمد لمقدل يهدو من ألاتشو إن أردت أن تعلم فقد أسلم صهرك فذهب عمر غاضبا إلى بيت أخته سيدنا عمر هنن سيسامو راساتشو مكوتا ترالشانو ودهتاتشو بيت بنديت النابكوتا هدو أبرو ليم كسيدرسو وسمع شيئا من قراءة القرآن من خلف الباب لكبر ليم من ددرسو كوست كبيتو يمي وطا يقرآن دم تسمو سمع صوتا من القرآن يمي كرا يهون يقرآن دم تسمو وكان عنده أحد الصحابة خباب يمي بالوت صحابي أبرو نبرو بيت كسيدنا عمر يهتبالقا أبرو قرآن يتكارو نبرنا سيدنا عمر ممتاتا تشون سيوكو تدبكو لأن عمر يخاف يفرع لنا سيدنا عمر بشجاعته بجقن النتاتشو بقلبتاتشو بهيال النتاتشو يمي فرون أبرنا
يسيدنا عمر اندمس سيسامو تدبكو كزام بران كوكنا قبو فقال سيدنا عمر منال رضي الله عنه اسمعوني يمتكروتنا السمون يالواتشو من دنو يكراتشو هالو يمتكروتنا السمون يالواتشو فقالوا هو حديث تحدثناه فيما بيننا من نجر قايد اللهم من يارس برساتشن يا ورانجي أديس نجر قايد اللهم سنكرا ينبرا الواتشو يفر الله عمر جغنانا تشو كافروتم يفروا تشوال يزانجزي جنا مسلموش قوام قلبة ما لاقن يوم نبرا ثم قال لصحره كزام لهتا تشوال اندهالوت من قالوا سيدنا عمر أتبعت محمدا محمد تكتلها اللالوت بمحمد أمنها اللنب لو طيقت فقال أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك من قالت يا عمر هوي حقك أنت من توجك هنا يعني بكتلو من الله وتكتيو اللهن قالت يا فضربه عمر رضي الله عنه وداون أن طبقم يهتات بال مدبدب ممتات جمروا فجاءت أخته تدافع عن زوجها يا سيدنا عمر هتم متاتشنا كبالوا مكلاك الجمرج فضربها استوان متات لأن عمر ما كان يخاف أحدا ما ننم من مفرال نبرا منا هتنم يهتنم بالدب الدباتشو فقالت بقلب ثابت يزهنج زي منالج يترقى قاب هنا بمؤمن قلب اندي هالج سيدنا عمر رضي الله عنه أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلا سيدنا عمر في اللفت ملسج عمر حقك أنت من تجك هنا لمن أنك تلون أني با الله ملك تنينت با الله جيتنت بمحمد ملك تنينت آمين يا الله يا لشاتو يزاچن يهتاچون جغرنا سيملكتو سيدنا عمر ناتچو اندزا ميفروت نبيون لمجدل يهدوت اساچو فلفيت ياچس يسات فرا بمحمد اندامن يست نغراچو يي نغر يوشت اندال هنا يهونه نغر اندالو الله تعالى لباچو لي وقع درجا نبيون عليه الصلاه والسلام دعا رغو نبرنا اللهم اعز الاسلام بأحد العمرين بلو نبرنا صلى الله عليه وسلم يهن سيسام عمر مما تاتاتشون أقوموا ترك ضربه مما تاتاتشون بتراتشون أقومنا اسكي كقرآن ورق السطن يالو أريد كقرآن صحيفة ونامت اللي ستكروتي نبرونا الواتشو أمت اللاتشو فقرأ عمر من قوله تعالى طه ما أنزلنا القرآن لتشقى سيدنا عمر يعني القرآن تكبلو يتشن آيات الروم من اسكم لو درس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنك كروبها على سيدنا عمر رضي الله عنه منالو دلوني على محمد وده محمدنا ملاك تنيال عمر رضي الله عنه الله تعالى هدايا إن شاء الله تشو بزاج باجر قزي دلوني على محمد محمدنا ملاك تنيال إهن ننسي سامو خباب يتدبق صحبي وطو تدبقوا على نبرا مسيمته سيدنا عمر وده نبياتنا عليه الصلاة والسلام مهدن اندم يفلقوا سيوكو خباب كتدبقوا بتوتنا منالو أبشر يا عمر عمر هو يا أبشر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس لك نبي ليلة الخميس دعاء سيارة قسم تشاتشو اللهن يا دعاء لانتيهن ألبيك الجلال لهن أبشر جهيد اللهن يا الواتشو اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام يالو دعا يا رقنا بر ليلة الخميس في هذه الليلة في ليلة الخميس إهنن دعا درقونا بر نبي عليه الصلاة والسلام إهنن دعا سمتشال لهن
الله تعالى يا نبي دعاء بانت لا يتقبلوت هنا البيه كجلال لهن أبشر آلوت سيدنا عمر منالو خذوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى نبي سدوني آلو ودى رسول سدوني آلو ودى أونو مالتنا فأخذوه ودى نبياتنا عليه الصلاة والسلام عمرا إذا أتشوهدوا رضي الله عنه وكان عمر كزام بفيت سيدنا عمر من أشد الناس نبرو بزاج لحظانة ونجي كزاج بفيت لنبيو ينبرات شو تلات النت نبيو لمقدل يمفلقو يمكجلو نبرو أوت آتات شو مكبيت رسول الله مقدل نبر عند زيينة مدفو تلات شان ينبر بتنسو الله هدايا لساتونو الله تعالى كتتنياون منقر لساتونو رضي الله عنه فجاء إلى النبي ودى نبي سمة سيدنا عمر رضي الله عنه صحابة واتمنالوا لنبيات صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا عمر أنت يا الله ملك تنياهوي إهكو عمر نوالو أتشو كفير صحابة واتمن إلى اللو إن أراد برسول الله سؤال لنقتلنه إلى اللو إن حمزة ليلو أتشو نبيوني هنا نقر ما رقف اللقوك هنا انتوهم انقلوا اللن انمتوا اللن الى اللو برون كفتو سيدنا عمر ودى نبياتنا عليه الصلاة والسلام قبو لكن نبينا أسجع خلق الله ينيا نبي قل الله كفتر وفطر هلو جقنا وفطر ناتشو الله تعالى لاند نبي يا رباسو قلبة ستو الله تعالى لاند نبي يا أربع سو قلبة تنكارين الله ستو تعالى فلما جاء عمر ودى نبيات سمتو رسولات صلى الله عليه وسلم أخذه بمجامع قميصه إنن أنغتون كت إنن أنغتو ليازوت لبسوتن تكتكار قو سيدنا عمر ليازوت نبيات صلى الله عليه وسلم قنا سمتانو سأنا قراتشو أنغتو ليازوت نبياتن كلتا وليازوت رسولاتن صلى الله عليه وسلم كزام منالوت أسلم يا عمر أسلم يا ابن الخطاب أنت يا خطاب لجهوي ودسلم الناقبالوت اللهم اهده بلوم دعا درقلت وديونو الله يمرو كتتنياون من قد أسايو بلو نبيو عليه الصلاة والسلام عمرنا أنغتو ليزو دعا درقلت فقال عمر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فدخل عمر في الإسلام بزه ملكو سيدنا عمر رضي الله عنه أسلمنا أن تقبلوا ودسلمنا قبوا فعز الإسلام أسلمنا مكذابها لا يبلت قلبتنا قنيا فانتشر لكننا ما قنيا مصفافاتنا قنيا انظروا سيدنا عمر كسلم وعلا وديون من انداد الرقو بعد ذلك سيدنا عمر من أهل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لرسولاتنا اندهالوا اتشو ألسنا على الحق يا رسول الله حق لهذا اللهم اندهال لنا وانتو يا الله ملك تنياهو يا الو اتشو سلموا كونوا ألسنا على الحق يا رسول الله حق لي أدل من دي ألنا وأنت يا الله ملك تنياهو يا الواتشو فقال بلى أو عمر حق لي ني ألنا والواتشو سيدنا عمر ألسنا على الحق يا رسول الله الواتشو صلى الله عليه وسلم حق لي أدل ويا ألنا وأنت يا الله ملك تنيا نبي ما عليه الصلاة والسلام من بلو ملسو بلا أهو حق ليني ألنا والواتشو فقال عمر لنخرج إلى الكعبة نصلي هناك لمن تدبك ننسق دالن كعبة لي وتن النسق دالواتشو لماذا نتستر لمن تدبك ننسق دالن ودى كعبة وتن النسق دالواتشو فخرجوا إلى الكعبة للصلاة ودى كعبة اندزا تدبك ويمي سقدوت ينبروت سيدنا عمر كسلموا بهالا ودى كعبا واتو مسجر جمرو سيدنا عمر كمسلمات شوكس وسقا بفيت حمزة سلمو نبر
كان أسلم حمزة أسد الله حمزة سلموا بس وسكنا عمر سلموا هي تلك هنا نروح فرهات سقات بقريشوش سدد باتشو فخرجوا بصفين هلا السلف هنا ودك عبا وطو عندن يون سلف حمزة يمروتا للان يون سلف عمر يمروت سبحان الله بهذا الصف حمزة وبهذا عمر الله الله فخرجوا في صفين في أحدهما عمر وفي الآخر حمزة قل السلف هنا بزهنن يا عمر بزهنن يا حمزة هنا ودك عبا وطب فلما رأى قريش ذلك أصابتهم كآبة شديدة قريشوتهن سيم ملكتهم راساتهم مكوتات رالشالون بطام تلك هنا هزن تلك هنا دنقات أقات تماتشو يزان قزيم نو نبياتنا عليه الصلاة والسلام عمر الفاروق بلو يتروت لأنه فرق بين الحق والباطل مكنياتم عمر رضي الله عنه بحقنا بباطل مكاكل سلليو رسولاتنا عليه الصلاة والسلام حينها يزان قزي عمر الفاروق بلو ترواتشو رضي الله عنه فسيدنا عمر بهذه الطريقة بزه ملكو نبي اللي قال له هدو الله تعالى هدايا انستاتشو الله تعالى سلمنا انستاتشو الله ومن يهدي الله تعالى يتأممون ما نمم مرا إلم الله يمرون دقمو ما نمم يتأم إلم ما دلن دي الله شاء له الهداية هدايا الله شاء لاتشو سلمنا الله شاء لاتشو من يلون برساتش عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام إن يهزبوشنا الله تعالى بسلمنا لكنا نسدا إن سلمنا تشنن يتونك هنا إذا تركنا اتباع ديننا إن تلقون منت سلمنا مكة لن يمن توك هنا يعني نعز لكنا تشنن الناتال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام الله لن يالك إنا يسدن بسلمنا نو سلمنا سنا قنينا وتلك وچه ونو سلمنا سنا قنينا يا مارو يتوابو يهون إهن سلمنا نمن توكهون إذا تركنا اتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مكة لن يمن توكهون ذهب عزنا لكنا چنم أبرويه دالله فسيدنا عمر رضي الله عنهم كذا والتوت ملكته من هونو صار أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق رضي الله عنه كنبينا كأبو بكر بهالا يزيج ما بلاتهن كساتشوك وبفيت يسلموا له النزان هلو كدموا سبق الكل النزان هلو كدموا كنبينا كأبو بكر بهالا يزيج أمة بلات سوخونه يزيج أمة تلك سوخونه الله تعالى لن يام ثبات الله وفقا كتتن يوم انقر ليه اللي من سنة الله يدرقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي سلى عمر سنقر من ينبر والذي نفس محمد بيده ما رآه الشيطان سالكا طريقا إلا سلك طريقا غير طريقه بالله هو نبي بالله ملا الله قال نبي عليه الصلاة والسلام ما رآه الشيطان سالكا طريقا شيطانك سيدنا عمرا عند من قد زوية دعاياتهم من قد يكير به ننجال يغير من قد يكير سيدنا عمر سياتشو الله إن يكو كشيطان لمراك سنتون أوراد لمالت مكرا سنتون قرآن لمكرا سنتون ذكر أي دلن دي هين مالتا اللباتو هين مالتا اللباتو حتى لا يشوش علينا الشيطان فشيطان سيدنا عمر سيقن من قد يكير الله
هذه من كرامته رضي الله عنه الله تعالى كسطاته كرامة مكاكل عندو نويه لسيدنا عمر رضي الله عنه نبي بلواتشوال لو كان بعدي نبي لكان عمر كنبها لا نبي بنور نرو عمر هون نبر كرسولات بهالا قن نبي اللم الله الله تعالى بسمعنا ويمن نتكم الله يدرقن كل هؤلاء الأبطال نهو الأبطالوش إن حمزة إن عمر إن خديجة يتكسنا تشوبات تكالي جادوا بأنفسهم لأجل الدين للا إله إلا الله لزيه لسلمنا هلو تشم لفتوال نفسات تشونا سالفة وستوال إهي دين زنبل والمتام مالتنا ودنيا بورس بيتشال متام ليس الدين ليس ثوبا ينزع وانتهى الأمر إيه سلمنا أمي بالو يمي لبس لبسنا وكذا أمي ولك يمي تالا يدلم لبسا لك اندى لبسا ولك أن يمي تلاوا يدلم بل عمر اندالوت نحن قوم أعزنا الله بالإسلام إن يا الله تعالى هزبوشنا بسلمنا لك أنني ستان إيه نسلمنا چنن اتباع رسول الله أن يمي نتوكهنا يان لك أننا چنن ناتالن الله تعالى نبي كم يكتلوت الله يدرغن لسلمنا كم يقوموت الله يدرغن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته